المباراه دي كانت مهمه جدا لكل اللاعبين اللي في ارض الملعب، بس هي انا في رايي اهم لجوزالدو فيريرا اللي كان خسر كثير من الثقه عند جماهير نادي الزمالك. اليوم فيريرا بالحنكه بتاعت فيريرا باداء فيريرا سواء الموسم الماضي موسم 2015 2016 النهارده عمل نفس الاداء. انا معاك الزمالك النهارده يعني الماتشات اللي فاتت كنا كتير بنحمل الاثنين مع بعض زي النهارده بتشيل باللعيبه وبالجهاز الفني، لكن فيريرا الفريق واقف صح، الفريق منظم، تشكيل الامثال اعتقد ان هو بعد مش بعد يعني هو غير كتير في قناعاته. كامل الاحترام كامل الاحترام، بس توليفه عمرو عمر جابر عمرو السيسي حتى لو سليم ما كانتش بتفرق مع الزمالك. عوده سيف جعفر، وجود رؤى في الملعب، يعني اعتقد ان رؤى افضل واحد في لعب في الوقت في الزمالك في الحته دي، الادوار اللي بيديها لدونجا بالضغط قدام مع سيف جعفر، وجود يعني حمزه ثبات زيزو في الجانب الايمن، زيزو في الوقت من ناحيه اليمين، هو ده جزء كبير من راس مالك النهارده. النهارده 3 اهداف من عند زيزو في مكانه الطبيعي، خلاص يعني مش محتاج تجاوب بقى بزيزو يعني بالظبط، يعني غير كل اللعيبه غير كل الاماكن بس سيب زيزو هنا. وخلي بالك انت بعد التغييره بتاعت سيد عبد الله الزمالك لعب خمسة، هو نادى على زيزو اتكلم معاه، ومن بعدها زيزو دخل في القلب شويه فوق الاثنين الديفندرات عشان يقفل في نص الملعب، بس في الاخر كان الراجل بيجي في عدلته، ما بيلعبش لجوه ما بيلعبش شمال، ما بيروحش تلعبه على غير عدلته. ممكن الاقي زيزو في سويتش في 10 دقايق او اديه شمال اجيب لعيب هنا، لكن مش مع سيف الجزيري مثلا لما كانت بتحصل وتبقاش انت في المجمل طول الوقت جايبه شمال. لكن انا عايز ارجع لنقطه ليها علاقه بمحمد صبحي. محمد صبحي الكره الايد ورجل اللي عملها دي، عمل واحده اللي جاب منها ضربه الجزاء، عمل واحده لسيف الشوط الثاني طلع معز بن شرفيه عملها، عمل واحده لسيف الجزيري على الشمال طلعت اوت، طبت وطلعت اوت، والرابعه جه منها الجون. خلينا نتابعها لان قد يكون هو بيلعبها كويس وقد يكون متدرب عليها وقد يكون متفق معاه، لان عملها النهارده اربع او خمس مرات صح. فيهم اتنين شكلوا خطوره كبيره جدا وواحده بن شرفيه طلع، فبيلعبها كويس واقف على رجليه واثق في نفسه. وانا رايي من رايكم ان صبحي اللي يكمل مش عواد، لانه اخذ ثقه، الزمالك محتاج يبني على اللي فيه، اللعيبه اللي في الملعب دي اخذت ثقه تكمل عليها، يبقى عندك حلول بره على الدكه، ودي حاجه مميزه في الفريق الاخر ان انت عندك النهارده عواد مش موفق، عندك حارس دولي بيلعب.